بالأرقام نتعرف على خسائر أسهم شركات وتطبيقات التواصل الكبرى خلال الفترة الماضية. بنسبة 30% تراجعت أسهم شركة سناب شات بعد تراجع عائدات الإعلانات، وبنسبة 7% تراجعت أسهم ميتا الشركة الأم لكل من فيسبوك وإنستغرام وأيضا واتساب، وب3% انخفضت خلال الأيام الماضية أسهم شركة تويتر الذي تعهد إيلون ماسك بشرائه قريبا، ونحو 5.8% تراجعت أسهم ألفابت الشركة الأم لجوجل بعد تراجع الإعلانات عليها. و7 مليارات دولار تقريبا كان الرقم الذي حصده يوتيوب بانخفاض وصل إلى 1.9% عن العامين الماضيين.